أحرز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف 101 في المباريات الدولية ليكون أول لاعب أوروبي يحقق ذلك بعد مباراتهم بهدفين في مرمى السويد في مباراة الدوري في أمم أوروبا. وللمزيد من التفاصيل خلينا نشوف معاكم التقرير التالي. اقترب النجم كريستيانو رونالدو من رقم الإيراني علي دائي بعدما سجل هدفه رقم 101 في المباريات الدولية مع منتخب بلده، وأحرز رونالدو هدفين للبرتغال في مرمى السويد في مباراة بدوري أمم أوروبا ليكون أول لاعب أوروبي يحقق ذلك. سجل كريستيانو رونالدو هدفه 100 مع منتخب البرتغال في مباراته خارج الديار أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء، ينضم إلى الإيراني علي دائي، وهما الوحيدان اللذان سجلا 100 هدف أو أكثر على المستوى الدولي بعد أن تصدى حارس السويد روبن أولسون لعدة محاولات من رونالدو. لم يهدر المهاجم البالغ من العمر 35 عاما الفرصة عندما حصل على ركلة حرة قبل الاستراحة وسددها رونالدو قوية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك. هز رونالدو الشباك مجددا في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة لتتقدم البرتغال 2-0 ليصبح رصيد أهدافه الدولية 101 هدف حتى الآن. وخاض رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا ومهاجم يوفنتوس الإيطالي المباراة رقم 165 له مع المنتخب البرتغالي، وأحرز الدون البرتغالي أول أهدافه مع المنتخب الأول للبرتغال في الهزيمة 2-0 أمام اليونان في بطولة أوروبا عام 2004، أي بعد عام من انضمامه لمنتخب البرتغال. Take your hand, my dear, and place them both in my